جود ايفنينج اصحابي الحلوين كيجي وجونيور. ان شاء الله النهارده معانا توبيك مهم جدا واساسي، ويعتبر فوكابلري مهم جدا عندنا في ماده الديسكوفر، وعندنا كمان في ماده الكونكت بلس في الانجليش. ايه هو الموضوع ده؟ التوبيك ده بيتكلم على السيزن، السيزن اللي هي المواسم اللي موجوده عندنا في السنه. طيب يلا بينا نقول بسم الله، وياريت لو عجبكم الفيديو ياريت تقولولي في الكومنت، واللي ما اشتركش في القناة لسه يشترك في القناة. طيب نقول بسم الله. اول حاجة الطفل لازم يكون عارف ان احنا عندنا في سؤال مهم لازم ان انت مثلا حضرتك تسأليه للطفل او تعرفه له، لازم يكون عارفه قبل ما نتكلم عن التوبيك السيزن. اول حاجة ان احنا نبقى عارفين how many months in the year are there. يعني ايه السؤال ده؟ السؤال ده معناه ان انا عندي كام شهر في السنة، how many months in a year are there. هقول ايه؟ هقول there are 12 months. There are 12 months. ايه هما المانس اللي موجودة عندنا في السنة؟ عندي 12. طب بيبدأ بايه؟ بيبدأ January النطقين صح، February March April May June July August September October November. تاني again، طبعا بعد November في December، January February March April May June July August سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. يبقى ده اول حاجة عندي ان انا ابقى عارفة ان عندي 12 months in a year. وعلى فكرة السينجلر من المانس months، يعني هطلع لساني في تي اتش هقول months. طب لما تبقى plural هحط لها اس، بس مش هقول months، لا هقول months، هنطقها واقولها اس. يبقى في البلورال هقولها months، الاس هنطقها اس مش هقول months، لا months في الايه، في البلورال في الجمع. طيب يلا بينا نبدا. انا دلوقتي سؤال تاني هنبدا نساله للطفل، how many seasons in a year are there. How many يبقى ask about number about a season. انا عندي كام season in a year؟ there are four season. عندي four season. طب ايه هما؟ winter spring summer autumn. والان هنا silent. تاني again، winter spring summer autumn. اوكي طيب، يا ترى every season بيجي في انه شهور؟ بيجي امتى when winter comes، يعني الوينتر بيجي امتى؟ بيجي كل season فيهم بيجي عنده three months. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الوينتر comes امتى؟ when in، بيبدأ December January February. اوكي طيب، طب after winter بيجي ايه؟ بيجي season spring. بيجي امتى بقى؟ when، بيجي March April May. يبقى كل season موجودين عندي في السنة in a year بيدخلوا فيهم 3 months، 3 شهور. يعني الوينتر بياخد معاه ايه؟
ديسمبر جانيوري فبراوري. اوكي طب افتر وينتر مين بيجي؟ اللي بيجي بعد كده السبرينج بيجي امتى؟ بيجي مارتش وابريل وماي. اوكي طبعا واحنا عارفين ان الوينتر بيبقى فيه ايه؟ بيبقى the weather is cold، بيبقى ساقعه، الدنيا ساقعه جدا، الدنيا بتبقى ساقعه في الوينتر صح كده. وبيبقى كمان في ايه كمان؟ بيبقى there is ice، بيبقى في ايس بينزل من السماء. اوكي يبقى انا عندي اول حاجه الوينتر، الوينتر بيجي امتى؟ ديسمبر جانيوري فبراوري. اوكي افتر وينتر بيجي عندي السبرينج، السبرينج بيجي بعد مين؟ بيجي بعد الوينتر. طب يا ترى مين اللي بعد فبراوري؟ بعد الفبراوري مارتش ابريل ماي. وطبعا في السبرينج بتبقى the leaves in green is green، بيبقى الاوراق، الاوراق اللي هي بتاعت الشجره بتبقى green، وبيبقى الويذر بيبقى is warm بيبقى دافي، والجو بيبقى cool منعش، يعني بيبقى ساعات كده الويذر بيبقى between الكول وبتوين الوارم، بيبقى منعش وبيبقى فيه هوا حلو. طيب افضل افتر ماي مين بيجي بعد ماي؟ ها جون، شهر ستة، جون جولاي اوغست. فهيبقى السهم هيمشي كده، الكورسر هيعمل كده، هيروح لمين يا ترى؟ مين افتر سبرينج؟ ها سمر، برافو. الصيف، الصيف بتبقى بيبقى الجو جميل ودافي والشمس بتبقى ايه جميلة. طيب يبقى الويذر بيبقى ايه؟ the weather is hot. وكمان we wear، احنا بنلبس we wear يعني ايه بنلبس؟ مثلا we wear ممكن نلبس shorts t-shirt، ملابس اللي هي بتاعت summer clothes، summer clothes. اوكي طيب تاني، يبقى السمر بيجي امتى؟ جون جولاي اوغست. اوكي يبقى نعيد تاني، يبقى الوينتر، يبقى السنة بتبدأ بمين؟ بالوينتر. والوينتر بيجي امتى؟ بيجي ديسمبر جانيوري فبراوري. اوكي افتر وينتر بيجي السبرينج. طيب السبرينج بيجي في 3 شهور برضو 3 months، ايه هما؟ مارتش ابريل ماي. اوكي افتر سبرينج كومز سمر، السمر بيجي امتى؟ جون جولاي اوغست. اوكي طيب افتر سمر، افتر سمر بيجي مين؟ بيجي اوتم، ممكن نقول عليه اوتم او ليه اسم تاني نسميه الفول، الاتنين صح. اوكي ده بيجي بقى امتى؟ احنا هنا وقفنا عند الاوغست، افتر اوغست مين؟ سبتمبر اكتوبر نوفمبر، سبتمبر اكتوبر نوفمبر بيجي فصل الاوتم. اوكي يبقى انا عندي كل every season in a year بيدخل فيهم 3 months، يعني الوينتر بياخد ديسمبر جانيوري فبراوري، ها افتر وينتر بيجي مين عندي؟ السبرينج مارتش ابريل ماي. اوكي بعد افتر سبرينج بيجي مين؟ سمر جون جولاي اوغست. اوكي after summer بيجي autumn or fall، بيبقى في انه when، بيجي when امتى؟ when بسأل على التايم، بيجي in سبتمبر اكتوبر نوفمبر، وفيها بيحصل هو بيتسمى fall لان الليفز بيحصل لها falling falling. وبيبقى برضو the weather بيبقى ايه؟ is cool، بيبقى منعش كده، ويعني بيبقى between ان هو يبقى hot and and cold في الاوتم، عشان كده ممكن ايه بيبقى الجو فيه مش مستقر. اوكي طيب النموذج دوت انا عملته عشان اسهل عليه للاطفال، وبصراحة عجبني، هو طريقته سهلة. دي ورقة كده هوت، انا جبت غطا علبة، علبة المكعبات، ورسمت السيركل دي وقسمتها 4 quarters، وكتبت في كل كوارتر فيها السيزون بتاعها. وطبعا ديت ممكن تلف، ودوت بتاع مسمار كده بتاع لعبة بتاع ابني، فعملتها لقيت الفكرة ايه عاملة زي الساعة، ان حضرتك ممكن تعملي الموديل دوت
ويبقى سهل معاكم في الشرح ان هو يثبت معاكم التوبيك ده، والتوبيك ده مهم جدا جدا في الديسكفر، في مادة الديسكفر ابتداء من كي جي 1 لغاية يعني في موجود عندكم في مادة ديسكوفر، وموجود كمان في مادة الكونكت بلس، ان الطفل يبقى عارف ايه هم how many months in a year، ان هم يكون 12 ويكون وتحاولوا ان انتوا تحفظوها لهم. اللي هي هقولها تاني، السنة اول حاجة عندي 12 months، ايه هم January January February February March March April April May May June June July August September October November December. اوكي، ونبقى عارفين ان انا عندي four seasons، four seasons in a year. ايه هما تاني؟ they are four seasons. هما ايه؟ they are winter spring summer autumn or fall. وشكرا ليكم، يا رب الفيديو يكون افادكم واستفدتم منه ويكون عجبكم، وشكرا ليكم، مع السلامة.